كم ذا يكابد في حب مصر كثيرة العشاق، كم ذا يكابد يكابد عاشق، عاشق في حب مصر كثيرة كم العشاق. ذا يكابد عاشق ويلاقي في حب مصر كثيرة العشاق. إني لأحمل في هواك صبابة يا نعم، مصر قد خرجت عن الأطواق. قد فاضت عن الأطواق. نعم، هو نفس المعنى. أنا أصلاً بقول من شعر من عندي برضه. دكتور نعم، رمضان الحضري، يعني حافظ إبراهيم، وقلنا قبل الفاصل أنه واحد من أهم من كتبوا عن نهر النيل. نعم. هل نسينا بيرم التونسي مثلا؟ لا طبعا، نعم. يعني لا يمكننا أن ننسى أن كثيرين من شعراء العامية كتبوا عن نهر النيل، ومعروف أن شعر العامية في مصر له ثلاثة مدارس: المدرسة الأولى مدرسة بيرم التونسي، والمدرسة الثانية مدرسة فؤاد حداد، والمدرسة الثالثة مدرسة صلاح جاهين. كل شعراء العامية الذين يكتبون في مصر يتخرجون من هذه المدارس الثلاثة. بداية المدارس هي مدرسة بيرم التونسي. بيرم التونسي كتب أغنية من أجمل أغنيات السيدة كوكب الشرق أم كلثوم، جامعة الغناء العربي بلا منازع أم كلثوم. شمس الأصيل. نعم، شمس الأصيل. فحينما قدم لها الأغنية، وهذه طرفة لن يقولها أحد غيري في برنامج تراثي مثل هذا، حينما أرسل الأغنية إلى السيدة أم كلثوم: شمس الأصيل ذهبت خوص النخيل يا نيل، تحفة ومتصورة في صفحتك يا جميل، والناي شكرا. على الشط غنى، والودود بتميل على عبير الهوى لما يغني عليل. لا، لو لاحظنا هنا الست ام كلثوم وهي بتغني الاغنيه دي، اول ما بيرم التونسي بعت لها الاغنيه قبل الالحان، ففي كلمه تحفه دي، هذه الكلمه لا تغنى، لان هناك كلمات تغنى وكلمات لا تغنى، كلمه تحفه دي لا تغنى. فاتصلت ببيرم التونسي وقالت له: يا استاذ بيرم، تعال اقرا لي الاغنيه، لان انا مش عارفه اقراها كويس. فجالها بيرم وهو عارف ان هي محدده كلمه معينه عايزه تغيير، اللي هي كلمه تحفه. فبيرم التونسي مسك الورقه وقال لها: شمس الاصيل ذهبت خوص النخيل يا نيل، تحفه والله العظيم ما انا مغيرها ومتصوره في صفحتها. يعني انت يا ست ام كلثوم جايباني علشان اغير كلمه تحفه دي، لكن والله العظيم ما انا مغيرها، تحفه والله العظيم ما انا مغيرها في صفحه ومتصوره في صفحتك يا جميل. وطبعا كانت نعم، قامات كبيرة زي أم كلثوم أو عبد الحليم حافظ، طبعا كان بيحق ليهم أحيانا التدخل، يعني الرقيق، من أجل يعني تعديل كلمة أو جملة أو مقطع. حتى مسافر زاده الخيال نعم لم تغنى بالكامل، هي تم اختيار مقاطع منها عبد بدون الوهاب، تغيير، طبعا طبعا. ولكن تم مونتاج، يعني حصل مونتاج في أجزاء لا، منها لابد أن نعلم، لم تغنى. يعني لابد أن نعلم، حينما نعم يأخذ موسيقار في حجم عبد الوهاب صحيح. أو موسيقار في حجم رياض السنباطي، يعني لو قلت لرياض السنباطي: ولقد غدوت إلى الحانوت يتبعني شاو مشل شلول شلشل شول، رياض السنباطي سوف يلحنها وسوف يعطيها معنى، معنى. نعم سوف نعم يعطيها وسوف يجعل الناس تسمعها، نعم وإلا ما استطاع رياض نعم نعم السنباطي أن يلحن أغنية لأبي فراس الحمداني نعم حينما تغني السيدة أم كلثوم: أراك عصي يا الدمع دمعي شيمتك شيمتك الصبر والصبر، أما للهوى للهوى نهي عليك ولا بالله أمرك. عليك، هذا كلام يغنى؟ واتغنت اتغنت واتغنت وأعجب بها الناس، صحيح، واستطاع رياض السنباطي لأنهم أن قامات نعم كبيرة وعظيمة، استطاع نعم استطاع رياض السنباطي أن يغرسها صحيح. وأن يجعل الناس تحفظها رغما عنها. نذهب إذن لبيرم التونسي، عمنا بيرم وشمس الأصيل، بصوت طبعا أم جامعة الغناء كلثوم، العربي صحيح، السيدة كوكب الشرق. كوكب الشرق، من خلال فيلم تسجيلي بين شطين ومية، كان فيلم عن الفنان التشكيلي محمد عبلة، والفيلم لمخرج البرنامج علاء منصور، حكايات من التراث.
لم يبقى شيء من الدنيا بأيدينا إلا بقية دمع في أيادينا، الله. كنا قلادة جيد الدهر فانفرطت، وفي يمين العلا كنا رياحينا، كانت منازلنا في العز شامخة، لا تشرق الشمس إلا في معانينا، وكان أقصى منى نهر المجرة لو من مائه مزجت أقداح ساقينا، والشهب لو أنها كانت مسخرة لرجم من كان يبدو من أعادينا، فلم تزل وصروف الدهر ترمقنا شررا وتخدعنا الدنيا وتلهينا، حتى غدونا ولا جاه ولا نشب ولا صديق ولا خل يواسينا. نعم. حافظ إبراهيم نعم أيضا هي الحياة يقاوم بالشعر. نعم، هي الحياة بدأها كان في رسالة لشوقي، هي الحياة وقد شاءت وماشينا، ترجو الفراق ولا ترجو تلاقينا، بئس الحياة وما منت وما وعدت، ما كان فيها سوى النيران تصلينا، فيا ساكنا في فؤادي هل ترى ألمي هبت علينا، ليالي الهجر غسلينا. هي ذات القصيدة التي أرسلها حافظ إبراهيم إلى أسبانيا في السفن ليستجدي حضور أحمد شوقي، وليرسلها خطابا يكفكف به دمع شوقي من فاق، أن أحمد شوقي أن مصر وأن الشعر العربي بدون شوقي ليس له مذاق وليس له طعم. وحينما تصله الرسالة كان يبكي أحمد شوقي، وكتب عليها أكثر من رد. كتب الرد الأول: يا نائح الطلح أشباه عوادينا، نأسى لوديك أم نشجى لوادينا، لأنه قال: هل أبكي على نهر النيل الذي غربني، أم أبكي على بلاد الأندلس التي ضاعت منا، وهو يعيش فيها ويرى الشوارع، شوارع قرطبة، هذا شارع أبو بكر الصديق وهذا شارع عمر بن الخطاب، فإذا ذهب إلى قصر الحمراء وإلى منابع الحضارة العربية والحضارة الإسلامية رأى أن كل شيء قد سلبت منه حريته في مصر، فهاجر، فإذا بهم يلقونه في منفى، هذا المنفى يذكرهم بالتاريخ مرة أخرى تماما، حينما يقول العظيم نزار قباني في مدخل الحمراء في بلاد الأندلس: كان لقاؤنا ما أطيب اللقيا بلا ميعادي، عينان سوداوان في حجريهما تتوالد الأبعاد من أبعادي، إسبانية أنت سألتها، قالت: وفي غرناطة ميلادي، غرناطة وصحت قرون سبعة في تينك العينين دون رقادي، ودمشق أين تكون؟ قلت: ترينها في شعرك المنساب نهر سوادي، الزركشات أكاد أسمع نبضها، والزخرفات على السقوف تنادي، عانقت فيها حينما ودعتها رجلا يسمى طارق بن زيادي. الله الله دكتور شوقي نفسه يتذكر المصيبة، مصيبة عبد الله الصغير، ويتذكر عبد الرحمن الداخل صقر قريش، ويتذكر عبد العزيز بن موسى، ويتذكر طارق بن زياد وهو يقول لهم: العدو من أمامكم والبحر من خلفكم، أين المفر؟ لا شيء إلا النصر. فيرسل الرسالة لحافظ إبراهيم ويقول له: لماذا تبكي يا نائح الطلح أشباه عوادينا، مصائبنا واحدة، نأسى لواديك أم نشجى لوادينا، نبكي على نهر النيل الذي طردني الخديوي منه، أم نتذكر فنشجى، نتذكر أحزاننا القديمة في غرناطة وفي غير غرناطة وفي قصر ماذا أصابك؟ ما الذي يبكيك يا حافظ غير أن يدا قصت جناحك؟ هذه اليد التي قصت جناحك أمسكت هذا المقص وأدخلت هذا المقص في بطني فمزقتني، ماذا أصابك غير أن يدا قصت جناحك جالت في حواشينا. الحقيقة يعني بشكر ضيفنا دكتور رمضان الحضري، كان متدفق تدفق نهر النيل الراقي، لأن تدفق نهر النيل
تكاد تلحظه ولا تلحظه، فتشعر بسكونه ورغم قوته وصلابته وتدفقه المستمر عبر آلاف السنين. الحقيقة بأوجه مرة أخرى الشكر له، وبأؤكد أن نهر النيل اللي بيمر في 11 دولة الآن، في مصر والسودان وجنوب السودان وفي تنزانيا وكينيا وأثيوبيا وأوغندا ورواندا وبوروندي وأيضا أريتريا كمراقب، الحقيقة سيستمر في الجريان، ما زال النيل يجري وسيستمر في الجريان، لأنه لأنه شرط من شروط الوجود والبقاء للمصري وللحضارة المصرية. بعد الفصل تأتينا الزميلة سهى النقاش والباحث في التراث الأستاذ فؤاد مرسي وحوار حول النيل في التراث الشعبي بعد هذا الفصل.